احنا عندنا مجموعة او مئات من طلبة هندسة جامعة أسيوط قسم مدني قرروا انه يبقى يوم تخرجهم مش بس فرحة وصور وفوتو سيشن وكلام من ده، انما كمان يكون اعتزاز بالزي الصعيدي الأصيل من بلدنا. قالوا احنا كل الدفعة هتلبس الزي الصعيدي التقليدي بمفرداته المختلفة، مش بس بحثاً عن الاختلاف إنما تأكيداً على إنه أهليهم اللي في البلد، سواء إعمامهم سواء إخوالهم سواء الأسرة الممتدة، كل دول ساهموا ووقفوا وراهم أكيد في حياتهم وفي رحلة تعليمهم. فمش معنى إنهم بقوا باش مهندسين ومعاهم المسطرة التي إنه إنهم يزدروا الزي الصعيدي. الحقيقة إنه في حفل التخرج اللي كان فيه كل الدفعة كلهم اختاروا ثيم له معنى ومغزى احنا بنحييهم عليه.